أخبار اليوم. رمضان كريم. عايز أقولهم وعلى رأسهم الأستاذ طارق الشناوي، بقول له أنا آسف لأن السنة اللي فاتت صدر مني كلام الحقيقة كان عبارة عن عتاب في أحد البرامج التلفزيونية، وتناولته بعض المواقع الموجودة على شبكة الإنترنت بشكل مش لطيف، ففهم بشكل غلط، وأنا كنت بعاتب الأستاذ طارق الشناوي بقول له ليه بقيت قاسي؟ ليه بقى قلمك قاسي؟ الأستاذ طارق الشناوي معايا على الهواء. وهو برضه يا أستاذ طارق. مساء الخير يا أستاذ طارق، إزيك؟ وانت طيب، وكل الزملاء في الاخبار، كل زمايلك المحللين الفنيين في الاخبار، و طبعا طبعا فندم، وبيتك طبعا، واحنا سعداء بهذا اللقاء. واحنا معانا الاستاذ هاني رمزي في اول لقاء بنقيم في دار اخبار اليوم عن الدراما الرمضانيه، وفكرنا احنا نبدا ببرنامج المقالب. والاستاذ هاني رمزي للامانه الراجل بدا الحوار، احنا بنتكلمه على النقاد ورؤيه النقاد، كان زميلي الاستاذ محمد سلطان بدا بالنقاد ورايهم في البرامج. فالاستاذ هاني قال انا مبدئيا يعني كنت حاجه السنه اللي فاتت، ويعني اتكلمت على النقاد وبعض الناس حولوها لحاجه، وانا بخص الاستاذ طارق الشناوي. والاستاذ طارق الشناوي ده اخويا وصاحب فضل عليا، والراجل قال كلام هايل في حقك، وقال ان يعني ارجو ان يكون وصلت له الرساله او توصل رساله من خلالكم، ان انا يعني بقول له انا اسف وبعتذر لك. فانا مش يعني ده شيء جميل من الاستاذ هاني. الاستاذ هاني هيكلمك هو يا استاذ طارق، اتفضل يا فندم. استاذ طارق كل سنه وحضرتك طيب ورمضان كريم. لا احنا بنسجل اصلا دلوقتي استاذ طارق. انا فاتحين السبيكر يا استاذ طارق. انا طبعا اسف جدا من استاذ طارق، معلش لازم يخلص قدام الناس كلها، ولازم يخلص قدام الاعلام كله، ولازم اقول لحضرتك انك انت من اوائل الناس اللي وقفوا معايا وشجعوني، ومن اوائل الناس اللي خاضوا معايا معارك ضد الرقابه على المصنفات الفنيه، فانت كنت امين على مهنتك. فانا يوم ما عاتبتك وقلت لك انت قلمك قاسي، تم ترجمه ده بشكل كبير جدا على المواقع، ودي كانت غلطه مني، انا اسف. وبقول لك ان ناس كتير بتصطاد في المايه العكره، فانا اسف ان انا سمحت لهم بحاجه زي كده. فرمضان كريم يا فندم، واتمنى انك تكون مسامحني بجد. انا بشكرك